السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالنا أسئلة كتيرة بخصوص موضوع الكولاجين اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. من ضمن الأسئلة ديت، إيه أهمية وفوائد الكولاجين لجسمك؟ وإيه الحاجات اللي ممكن تقلل الكولاجين في جسمك؟ وإيه الحاجات اللي ممكن تعوض الكولاجين في جسمك؟ ولو مستوى الكولاجين قل في جسمك، إيه الأعراض اللي هتظهر عليك؟ وكمان إيه هي أنواع الكولاجين؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو ده إن شاء الله، لكن عايزك قبل ما تتفرج على الفيديو تعمل لايك وشير للفيديو، لأن في ناس كتير هتستفاد من الفيديو ده. الكولاجين نوع مهم جدا من البروتينات اللي بتدخل في تركيب الأنسجة اللي في الجسم. الكولاجين بيشكل ثلث كمية البروتينات الموجودة في جسمك. الكولاجين مهم جدا لأنه بيدخل في تركيب الأربطة والأوتار والجلد والعضلات والعظام والأوعية الدموية والأسنان. طيب، هي إيه أهمية وفوائد الكولاجين بالنسبة لجسمك؟ الكولاجين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن هنتكلم عن أهم 9 فوائد للكولاجين. الكولاجين بيحسن من نضارة ومرونة البشرة، وكمان بيسرع من عمليات الشفاء، وبيمنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وبيخلي الجلد يبان أصغر من سنه. وجدوا إن الكولاجين ممكن يقلل ويعالج السيلولايت. تالت حاجة، الكولاجين مهم للشعر والأظافر لأنه بيعطي الشعر والأظافر المتانة، ونقصه بيسبب هشاشة في الأظافر وجفاف بالشعر. كمان الكولاجين بيحسن نمو الأظافر والشعر بشكل سريع جدا. رابع حاجة، الكولاجين بيكون ويحمي البطانة الداخلية الرقيقة للأمعاء، علشان كده مهم جدا لعمليات الهضم. الكولاجين بيزود نمو العضلات ويحسنها ويقلل الالتهابات، وخصوصا للناس اللي بتمارس رياضة عشان يستعيدوا مرونة عضلاتهم بعد التمرين. كمان الكولاجين مهم جدا لبناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية ويصلح الأنسجة المريضة. الكولاجين مهم جدا لتخفيف الوزن، لأنه مسؤول عن توجيه الطاقة لبناء العضلات على حساب تخزين الدهون. علشان كده وقت بناء العضلات وإصلاحها بيتم حرق كمية كبيرة من الدهون فيقلل الوزن. الكولاجين بيخفف من ألام والتهابات المفاصل، ويحسن من مرونة المفاصل، ويمنع تيبس المفاصل، ويمنع تآكل الغضاريف. الكولاجين بيساعد في تجديد الأعصاب الطرفية في الأطراف الصناعية. الكولاجين مهم جدا في شفاء وسرعة التئام الجروح، عن طريق انه بيكون خلايا جديده في مكان الجرح. علشان كده هتلاقي في الاسواق غيارات الكولاجين اللي بتعالج الجروح المزمنه والجروح اللي بتفرز سوائل كتيره والجروح المتعفنه وكمان الحروق من الدرجه الثانيه. طيب، ايه هي انواع الكولاجين اللي موجوده؟ وجدوا ان الكولاجين ليه اكتر من 20 نوع، لكن انا هكلمك دلوقتي عن اهم 4 انواع من الكولاجين. النوع الاول، وده بيشكل 90% من الكولاجين اللي موجود في الجسم، وده موجود في البشره والعظام والاوتار والغضاريف اللي فيها والانسجه الضامه والاسنان. النوع الثاني، وده بيتكون من الياف اكتر مرونه، وهو موجود في الغضاريف المرنه اللي بتربط المفاصل ببعضها. النوع الثالث، وده مسؤول عن بنيه العضلات والاعضاء والشرايين. النوع الرابع، وده موجود في طبقات البشره. طيب، لو الكولاجين ده قل في جسمك او مستواه قل في جسمك، ايه اللي ممكن يحصل لك؟ هيسبب ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخه وخطوط رفيعه جدا على الجلد، ويخلي الشخص يبان اكبر من سنه. يسبب مشاكل هضميه، بيضعف عضلات الجسم، بتقل الكتلة العضلية، بيحصل تشنج وتصلب في أربطة وأوتار الجسم، يحصل تصلب وتيبس في المفاصل وتآكل في الغضاريف، يحصل آلام والتهابات بالمفاصل. طب هي إيه الأسباب اللي ممكن تخلي مستوى الكولاجين يقل في جسمك؟ هقولك على أهم 4 حاجات مهمة جدا ممكن تخلي مستوى الكولاجين يقل في جسمك. أول حاجة، التدخين، لأن السجاير فيها مواد كيميائية بتتلف الكولاجين في البشرة. تاني حاجة، التعرض للشمس وخصوصا الأشعة فوق البنفسجية لمدة طويلة، لأنها بتسرع من عمليات تفكك الكولاجين اللي موجود في الجلد. تالت حاجة، التقدم في العمر، لأن كل لما الشخص بيزيد في عمره بيقل تكوين الكولاجين في جسمه. رابع حاجة، الناس اللي عندها مشاكل في جهاز المناعة أو مشاكل جينية أو بتاخد حمية غذائية غنية بالسكريات أو الكربوهيدرات المعالجة. لو حصل نقص في كمية الكولاجين أو ظهر عليك أعراض نقص الكولاجين في جسمك اللي احنا اتكلمنا عليها ديت، ازاي ترفع مستوى الكولاجين في جسمك؟ اول حاجة، تكتر من الاطعمة الغنية بفيتامين سي زي البرتقال والليمون والبروكلي والفلفل الاحمر والفراولة والكزبرة. تاني حاجة، انك تشرب شاي الجينسينج بانتظام. تالت حاجة، اشرب شوربة العظام او مرقة العظام. رابع حاجة، بياض البيض مهم جدا. خامس حاجة، البقوليات بانواعها. سادس حاجة، المكملات الغذائية زي مكملات الكولاجين ومكملات الجينسينج ومكملات الالوفيرا. كده يبقى احنا ردينا على مجموعة الأسئلة اللي جات لنا بخصوص موضوع الكولاجين. ايه هو أهمية الكولاجين وفوائده لجسمه؟ ايه الحاجات اللي بتقلله؟ ايه أعراض نقص الكولاجين في جسمك؟ ازاي ترفع مستوى الكولاجين في جسمك؟ وايه هي أنواع الكولاجين اللي موجودة؟ بتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عندك أسئلة بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو، واحنا بنجمع الأسئلة وبنرد عليها. لو الفيديو عجبك وأفادك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.